ما أشوف حد. ليكون صار لها شيء. البس ثيابي ما لقيت فيهن حتى ريحة بخور. ليش ما بخرت ثيابي؟ وين بشكارتك زبيدة؟ وينها؟ طرتها. مالي حاجة بثنتين. في بعدك زعلانة مني؟ عشان أنا ما زعلانة منك يا مخزوم، زعلانة منها قامت تنهمني بخادمتي وتفشني حيت ما تصير قدام الناس. إيش أسوي فيها الحرمة هذه؟ إيش أسوي فيها؟ كثر ما بهدلتها وهددتها لكن ما يفيد فيها، حتى الضرب وضربتها هاي ما في إلا أطلقها. لا أرجوك الشيمة، ما أقدر أتحمل ذنب غيري. إذا كل لابد عاد انقلي بيت وحدي. بيت وحدك غير عن هذا البيت؟ لا 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 ما يصير، هذا البيت تاريخ بالنسبة لي ما يتودر أبدا، وهالملسونة هذه أنا أعرف كيف أدبها. انت استجنيتي؟ لازم استجن ولا تبيني أرقص لك داندان بعد ما جبت الشريكة؟ داندان؟ لا أبوي الشيمة لا، تكفي ذيك الرسحة اللي تسمعين إياها كل يوم. فرحانة فرحانة بهالأشكال اللي جبتها بيتي. يتعب حسك لا تسمعك. أنت ما خايفة على شبابك؟ ما خايفة على الهنا اللي احنا عايشين فيه؟ قص علي خبلة. أنا ما عاش اللي يقول عنك خبلة وأنا حي. صدقتك. أنت تحسبين أنا جالس مع هذيك الساحرة عاجبني وجهها مثلا؟ لا أنا خايف عليك أنت يا موزة. تعالي تعالي سمع السر اللي خانقني طول عمري ومخوفني منها. سمعي أقول لك، الجن تعرفهم واحد واحد، في جني واحد داخل في عروقها يقولون اسمه شو اسمه؟ إيه شنجر منجر، هذا أخو أمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيء ودعواتها لك شيء آخر، لكن أنا لا، هي بعد ما دعت عليكي أنا قعدت لها فوق قمه راسها أترياها علشان تسامحك وتعطف عليكي لأنك بنت عمي. بس أنا عاد قلت لها أنك أنت مريضة ومينونة وخبلة. أنا مريضة ومينونة وخبلة؟ ومصرقعة بعد، علشان ألين قلبها عليك. وأنت ما شاء الله عليك تعطيها من ذاك الرصاص اللي يطلع من لسانك كأنك مستأجرة مدفع القلعة. صدقي هذه دعوة من دعواتها تخليك خرصة طول حياتك. قل ساعد أبابا. سمعي أنا أحذرك. سمعنا البحر. إيش سوت فيها؟ خلها تتأدب. هدتها تزوج الثالثة؟ من بعدك انت لا، انت اللي تتربعين في هذا البيت وبس. لا تخافين عليها، انا ما اقدر اذبحها، انا اللي يهمني انها تكون لك اخت واكثر من اخت. انت تقدري تسوي في هالبيت اللي تريد تسوينه وما حد يقول لك ايه، واللي يقول احش لسانه حش. وقال لك انه كذب؟ قصدي قال لك انه ادعى بشيء اسمه دعوة معابد؟ الله يا عمي مخزوم، طلع قيس ابن الملوح في زمانه، خاف على ام عابد من شريكتها بنت عمه بنت العز والجاه، قام ربط لسانها وشرى راحة معابد. Thank you.
بزهرات شيابهم هنا توني داخلة من هالباب ما شفت حد يمكن حد نساهم جميلة هلا مش جميلة بس تعالي 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 ايه ها ايه ها وليد بسك بتقتل عمرك تصدق يا زاهد من امس لليوم حبيت المزرعه وايد عجب خلاص بنخطب لك اياها لكن صدق المزرعه الحين احسن من اول تسلم ايد اللي شغلك فيها هذه خالتي أم عابد الله يخلي لي إياها ويسلمها من كل مكروه أقول لك شوف ذاك النبي الصابر إيش قاعد يسوي بس أنا دخلت بيت أم عابد وشفت واحدة ثانية غير عن اللي كلمتيني عنها يا جميلة دعوتها بتقتلني يا أختي بتقتلني تعوذي من الشيطان يا جميلة هذا اللي عندك كله وسواس قومي قومي صلي لك ركعتين وإن شاء الله هذا كله بيزول عنك سلام عليكم ها من هين طلعت انتي من وين طلعت بعد بسم الله الرحمن الرحيم وشايفة عفريت شفت الباب مفتوح ودخلت ورا جميلة شفتها انها زعلانه طالعه من بيتهم قلت هي اطمن عليها ها جميله وش هبتش الحين كيفك ما 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 فتحي الباب الباب وتصيح ما 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 لهمني ما ما بطل الباب ما خليها بحالها هذه امنا وملزومين نعرف ايش اللي مزعلنها واذا غيرنا ما متفيق اذيك الدرب زاهد انا بدخل عنكم داخل ما اقدر اوقف على ذي العذاب واسمها رجولي ما بطل الباب ما 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 فتح الباب ما ما بطل الباب يا ربي يا ربي ايش بيذهب وانت بعد ما قشرتي صبري يا امي صبري هاوي ياسر قشره ها ليش تقشري البصل ابو سمعاي البصل ابي هاي معايلة النبي خليها قبل لا تيخو خلص بسرعه ايش قشري اقول لك كم تبي الساعه انا لا 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 انت استريحي وانا بطبخ وبنفخ وبسوي كل شيء في البيت يلا يلا قوموا قوموا يلا قوموا خلا قومي خلا قومي 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 بدي هدية عن تأكلني احترقت انا
أنا عمري ما طبخت في حياتي، لكن يلا عشان شريكتي ترضى علي. يا رب خليها ترضى علي. وايد منك. إذا محتاجة شيء يا أختي ناديني. مشكورة مشكورة يا أختي. أقوى بختك وساعدك بهالدل والدلال اللي ما تحلم به شريكة من قلعة عينها من شريكتها. أقول مخزوم ما يبقى حرمتين ثالثة، تراني موجودة مرة زادة. خافي ربك تي عندك زود وابوي. صدقي نسيت. يا الله ابوي غاريت من هالدل والدلال غاريت. يا سوي سوي سوالف وايد. هذا لي أنا؟ حلو وايد. شفيكي ملقوفة أنتي؟ هذا ما حالي مطلقش معي. فادي فيه. تبيني تزعل منك؟ إيش ما خايفة أنتي؟ ما تخافي منها؟ تعالي 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 شوفي أنا إيش جايب لك. ولعلمك أنا أعطيت الموزة، موزة حلفت وقالت لي إني أحلى شيء جايب لنا هو حالك. مشكورة أحسنتي ما قصرتي، بس زين حالك أنتي؟ لا هذا حالك، هي حلفت وقدامك. تهني يبو تهني يبو. يلا يلا يا بطلي يلا يلا يا بطلي، تعالوني تعالوا غدوني. هذه هي جبتها لك. تعالي يا ابوي شيبه تعالي تعالي عوقي عوق عوق تعالي شفيني من العوق شفيني من العوق اللي فيه. سلامتك شفيك عوق 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 يا رب الناس اشفي البعض انت الشافي ولا شفاء. شفيت انا والله ما في شيء. شوفيني ما في شيء. صدقتي انا الساحة. يستوينها سمعتنا؟ ها طلعت؟ بعدها ولادي واقفين مكانهم؟ أظنينها سمعتنا؟ ما أظن لأنها عندهم فاضل وقتها. عيب علامها نتريى لين هي تقول. بينك وبين ربك وش قلت الهانة؟ هذا أنا أبغى أساعدها، وعلشان تصدقين خل أنا وياك عند أم عابد نسعى مساء الخير. كيف يعني؟ نصالح بينهم لين يحن قلب أم عابد على جميلة. وإذا ذا الشيء ما عقب الثنتين؟ وجميلة وش دراها بالسالفة؟ ما رح نخبرها. وبعدين أم عابد قلبها وايد طيب ودعوتها تقص. لا تنسي دعوتها يا شمسة. أخويش
توقعي ام عابد قالت حالي من شيء زعلها. خالتي وامي مثل الاخوات، وكل واحده ما تطيح بالثانيه. ما راحت بيت حد، ما راحت مكان منه ومنه. كنا ماشيين انا وهي بيت خالتي ام فاضل، لكن امي ردت البيت بسرعه عشان تجيب اكل لبيت خالتي ام فاضل. عرفت السبب، مخليات امي مطراش حالكن. ها يا بي الصبح معابد والحين مزاهد، هي كيف زعلهم بالدور؟ مزاهد هذه ما ترد. مزاهد فاضل خليها على راحتها. هذا انتن كل وحدة فاهمة ربيعتها. وابسة يا عمرة حابل يوسف من دور التوب. ها تعال توب يا يوسف، توب وخر عني خا توبة. لعن ابليس وقولي لا اله الا الله. لا اله الا الله ألف مرة. زين ناصر يبلع عمتك ماي بارد علشان تبرد على فوالها شوية وتهدى. استهدي ليش؟ شايفني مينونة؟ يلا ناصر يلا بسرعة. وعلى طاري هالهايت ايش جابوا بيتي؟ هذا بيتي انا وبيتهم هم الاثنين بعد. ايش قلت لموزة عني؟ راقد انا راقد بعبدك. لا تواحي تربيك، بس قول لي ايش قلت لها؟ الحرمة مقطعة روحها بتعايش تسوي لي عشان ترضيني. انتي ما راضية بهالمعاملة؟ راضية بس احس انها ما من قلبها. من قلبها اطمني من قلبها. قوم قول لي ايش السبب؟ ايش قلت لها؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، خلني انام تعبانة ابي ارقد شوية. ترقد بس تقول الله يخليك عشان خاطر. يا الله أقوم حول ولا قوة. غالي على قلبي ما أقدر أرد لك طلب. نعم زي الله أقول. قلت لها سمعي رباي أنا من رضا هالمسكينة هذه، وانت تراش مسكينة كل يوم هالكينك نازعونك. أنا ماذا أم عابد وهابوي ما كنش رقدتي وانت واقفة؟ لا أبوي أحسن لي أمشي بيتنا، كنا نص الليلة الحين. يلا مع السلامة. لي حاجة مع واحد من التجار ولازم أسافر حتى أجيبها. يا ربي تو في الليل؟ بسري لحد أطراف الحارة وهناك بيلحقوا عليه الجماعة. بس راح بين سحاتك تطلع نصيف الليالي. لا تخافي على أبو عابد، قصدي على أبو زاهد. سفر ولدك عابد قريب وهو بيجيب حاجتك بدل عنوتك. بسافر يعني بسافر. لأن أبوي سافر، ما دام طربان على السفر سافر توكل على الله.
بيدك يا رحمن الرحيم. زاهد وزاهد زاهد اوي قوم بقى قوم قوم عاد اذن الفير قوم في المسير زاهد زاهد اوي زاهد الله بالنور يا معابد تتذكرين ذاك الزمان؟ نعم أتذكر كنا نشوف هالشيء وأكثر وما يستوي الحين؟ من قال يستوي بنت الحلال يستوي حتى أحلى وحدي زاهد سمعت عمتك مخلفة أبوك واحي على صلاة الجماعة ذهب وشمبر ومرية اسمها مصاخة بدخل أخوز عني المصاخة وبصلي الفير تنومني يا مخزوم أكثر من 35 سنة ما؟ ثيابك على الأرض ليش؟ اللي على الأرض عمري شبابي بتزوجك الليلة واستعدي للعرس أنا الحين ساير السوق أشتري لوازم العرس ما بخلي تزوجك أنا زوجته أم أولاده ما أسمح لحد يأخذه مني أبدا اطمني وصلنا ايش وصلنا ما وصلنا ايش وصلنا مكان اكسر طفى اخ يا بابا اللي مضيق بهالعور هذا
ولا ذاك الثاني المغيب اللي معاه عبد الحميد، كله ما راضين يصدقوني. عبد الحميد، انا ابغى اعرف هالعبد الحميد هيش اللي غير علينا هيش. المهم وباك تجلس فوق روسهم لا تكل ولا تمل إلين يصدقونك. لا عد كبادي، هذه الحارة ذي يبيلها واحد غير غيث. حرك عمرك. ليش أسوي؟ تباني أنا أقول لك أنت هيش تسوي؟ الشيمة، الشيمة كان فيك شيمة. قول لي. أمه البارحة جلست طول الليل تبكي، صباح الصبح طلعتي لنا أم زاهد اللي عمرنا ما شفناه، ينتصف النهار تردي مرة ثانية تبكي، ليش كل هذا؟ وإيش سالفة شبابك ولا ثيابك اللي على الأرض؟ قالت لي شيء؟ لا. أنا أحس إن أمي تغيرت. اعتمد. أبا هالحارة تشب حريقة. طرش رجال ولا توصي. كفو. بس ها لا تنسى السفرية قربت قيتهم. مسرعهم. لا تستغرب شيء على ربابنة البحر وسياده، اكسرموا الأمواج لين خلوها حراير تتمايل عليها سفاين صور مع هبوب الكوس، وهذه الرياح قربت. قابل شغلك، ويوم بيرد عابد يكون فات الفوت وراحت عليه. آخ آخ، ما قادر أصدق إن حرمتي بدرية هي اللي بتخليني شيخ على هذه الحارة. بدرية البداية والنهاية، نوم فوق كرسي المشي خيالاتي. يلا يا الجازية، يلا قبل ما يستبقدش يلا نمشي. نسيت شيء. بشتري لك كل اللي تريديه من المواني والبلدان اللي بنمر عليها، بس المهم نطلع من هنا بسلام. يلا. ايه نسيت حياة وموت. لا انت ولا غيرك تقدر تشتري الحياة والموت.
هي سايرة كي ومتصفدة؟ سايرة عن صديقتي عشان تجهز الزفاف. سايرة عن صديقتك ها؟ يلا يلا داخل يلا داخل. هل ديابك؟ هي وديتيه؟ الحين لازم تخبريني هي وديت الثياب اللي كانت في المندوس. يلا خبريني هي وديتيه؟ ها؟ هي ثياب كلمي مالك ساكتة. كلمي خبريني الحين هي الثياب. مالش تبكين؟ انت اكيد مخبية عني شيء وما تريدي انا اعرف عنه. وين ملابسك؟ نسيت انها بتتزوج الليلة من غير ما اشتريت لها ملابس جديدة. لازم تصفدهم وتعدلهم وتخليهم. ومن هو هذا الشخص اللي بيعتني بملابسها؟ صديقاتها. انتوا على ايش قاسين تتآمروا علي؟ خبريني. ابدا ولا شيء. نحن لازم نخلي العرس من مستواك. وكرهك لها نسيتيه؟ بيظل وبتشوف ايش بسوي فيها بعد الزواج. خليها تستعد الليلة بس الليلة وانت روح استعد للزواج. وانتي روحي عند صديقاتك يعدلوكي ويدلعوكي ويصفدوكي حال الزواج. يلا يلا. مشيت حال معابد مشيت تشتكيني عندها زين ايش السبب؟ والله ايش اقول لك يا غير ايش اقول لك؟ بلاوي طلع لنا من تحت قلاع الارض. اظني انك ضاربنا. ترى هذه سوالفك. من حقي اضربها واقلعلها عيون. اخذ بقضى المرحوم عمي. تاخذ حقك من حرمه؟ اي نعم من حرمه. وهذا انت تكره ام عابد لانها حرمه. بس ما بسمع شيء. ما تبى تسمع؟ ما تبى تاخذ حقنا؟ ما تبى تواجه ام عابد؟ غيث انت ايش اللي تبى؟ لا تكسر ظهري أكثر مما هو مكسور. طول عمرنا نسمعك تنادي بحقنا اللي لازم ناخذه من عائلة مخزوم. وبعدني يا نادي. لكن فلاح مجيد. كويلي وين أظني أموني شو له؟
قفه.